نعم، نحن ما زلنا هنا متواجدين أمام باب الأصباط. هذه خطبة الجمعة، الصلاة يفترض أن تبدأ خلال دقائق. ما زال هنالك توافد للناس وإن بشكل أقل، بالطبع معظمهم كانوا قد دخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن أيضا ما ترونه من خلال عدسة الكاميرا يمكن رؤية الإجراءات الأمنية المشددة. هؤلاء رجال الشرطة وحرس الحدود متواجدين منذ صباح هذا اليوم. هم أيضا إن كنتم يعني ترون هنالك تدقيق في هوية أحد الشبان المقدسيين هنا، يحتجزونه جانبا ويفحصون تفاصيل هويته. ترون هنا أمام الكاميرا متواجد مع اثنين من عناصر شرطة الاحتلال إلى جانب هذه الحواجز الحديدية. في الحقيقة الحواجز التي تقام هنا خلال رمضان هذا العام هي حواجز أكبر وأكثر، وأعداد شرطة الاحتلال هي أكبر من كل عام، ربما لحساسية الوضع هذه السنة مع الحرب على قطاع غزة. رغم أن الأوضاع تتسم بالهدوء في الحقيقة، ما زال هذا الشاب يعني يتعرض لمضايقات. هو يعني شاب معروف بالقدس، يطلبون نعم يطلبون منه هويته، ولا نعلم لماذا يضايقونه ويطالبونه بالبقاء هنا دون السماح له بالوقوف يعني بشكل طبيعي وأداء صلاته أو دخول المسجد الأقصى. كنا قد رأيناه يعني منذ الصباح متواجد هنا في الساحة أمام باب الأصباط كجميع المصلين المتواجدون هنا. لا نعلم ما هي النقاشات الجارية هناك، ما هو أسباب توقيف هذا الشاب. على أي حال يعني هذا فقط مثال واحد، هذه أمور متكررة دوما هنا في القدس المحتلة، معتادون على رؤيتها، توقيف شبان في هذه الأعمار، التحقيق معهم والتدقيق في هوياتهم. الآن ترون بأن الشرطي هذا يبعدنا عن المكان ويطالبنا وحاول ابعادكم الى مكان بعد ان رصدتم بدات الصلاه الان هنا. نعم، هو ابعد كل الاعلام، رغم اننا حين وصولنا الى هنا كانوا قد طلبوا منا فقط الابتعاد ووقفنا حيث طلبوا منا. الان ايضا يبعدوننا من هذا المكان ويطلبون منا الوقوف من خلف المصلين. على أي حال ترون بدأت الصلاة الآن هنا، يؤدي الرجال صلواتهم في الخارج لتجنب كل الازدحام المتواجد داخل المسجد الأقصى المبارك. الجمعة الثالثة من شهر رمضان، حتى الآن تعتبر الأمور هادئة، إجراءات أمنية مكثفة جدا وحواجز حديدية. فقط يعني جملة يجب أن نذكر، قضية فتح باب الاعتكاف مع بداية العشر الأواخر بدأ خلال ليلة أمس. كان هنالك المئات من المعتكفين الذين أيضا قاموا بمسيرة تضامنية نصرة لغزة. طيب، ولكن إيمان، قبل بداية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، هل هناك بالفعل الكثير من الأعداد التي منع الاحتلال الإسرائيلي دخولهم لأداء صلاة الجمعة وعادوا أدراجهم؟ نعم، دعني يعني فقط أوضح الأمور. هنالك عدة فئات من المصلين المقدسيون بشكل عام، معظم من يتواجد هنا هم من المقدسيين. المقدسيون بشكل عام يتمكنون من الوصول إلى هنا. هنالك مضايقات، هنالك تفتيشات، لكن لا يوجد تقييد عام أو تقييد على فئات عمرية على دخول المصلين المقدسيين ولا على الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. ولكن يعني يجب أن ننتبه هنا بأنه قبل بداية شهر رمضان كان هنالك إبعادات بالجملة عن عدد من الناشطين المقدسيين، إبعادهم عن البلدة القديمة، إبعادهم عن المسجد الأقصى. الفئة الثالثة بالطبع هي أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة. قطاع غزة بطبيعة الحال يعني لا
لم يكن بالإمكان يعني أن يدخلوا إلى هنا، ولكن المنع الأكبر هو على أهالي الضفة الغربية، منع جارف. كل من يريد الوصول في السابق، في السنوات السابقة، كان يطلب فقط ممن هم فوق جيل 50 يمكنهم الدخول بشكل حر دون تقييد أيام الجمعة فقط لأداء صلاة الجمعة خلال رمضان، ولكن هذا العام طلب منهم إضافة إلى التقييدات على الفئات العمرية، طلب منهم أيضا حياز التصريح. لا يمتلك الكثير من أهالي الضفة هذا التصريح، وبالتالي هم لا يحاولون أصلا، من ليس لديه تصريح لا يحاول أصلا الوصول إلى الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وفقط من لديه تصريح ومن هو فوق 50 عاما يصل بشكل مستقل إلى الحواجز العسكرية. كما قلت اليوم يعني مررت من جانب حاجز قلنديا، لا حافلات لا أشخاص، كنا في كل عام أيام الجمعة الآلاف في أزمات سير كبيرة في حاجز قلنديا العسكري، اليوم كان تقريبا شبه فارغ الحاجز.